حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه من حبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض يا كريمان ده ناقص يحطك في قمقم ويقفل عليكي ويرميكي في عرض البحر عشان لا يطولك العدو ولا حبيب. طول ما ليلى متهنيه وبتضحك انا القمقم ده على قلبي زي العسل. مبقاش موضوع الكتاب يشغلني زي الاول. اذا انا حب الادب مش سبب كافي ان الواحد يبقى اديب. هو يكون فريد مزعلك؟ لا ابدا، فريد عم بيعمل اللي عليه وزياده. عايزة ليلى تنام في حضنك عشان هنسيبها ونسافر. وأول ليلى كانت تعبانة، وأول كانتش عارفة تنام، وأول كانت قلقاكي. طب النهاردة يا ترى ليلى إيه؟ حبيت أعمل الصح وأرجع عند عيلتي على لبنان. رجعوا معايا، وعيدك هنبتدي صفحة جديدة. مش هتأخر يا قلبي ماما، مش هتأخر، مش هتأخر. ليلى مش متعودة إن هي تقعد كل الوقت ده من غيري. يلا. بس ليلى مش في البيت. أمال فين؟ مع إيمان. فين؟ لا هما لسه ما راحوش، بس هما في الطريق. على فين؟ على متن أفخم سفينة هتتحرك بيهم من بورسعيد على مدينة النور اللي هي باريس. أنا عايزة بنتي! اسمع يا كريمان.
اتفضل. ايه فريد؟ نروح على طول ولا تحب نعدي على التياترو شويه؟ لا ده ولا ده. طيب تحب ندخل سينما؟ انت هتقلقني عليك ليه يا فريد؟ بلاش يا عزيزي، انا كويس. انت بس لما تروح بلغ عايدة ان عندي عمليه هتاخر شويه. اروح؟ انت بتطرقني بالذوق يعني. وبعدين هي مش العمليه دي خلصت خلاص؟ بلغها كده بس. اه طيب، وتحب ابلغها العمليه تخلص الساعه كام؟ ولا اقول لها ان انت محتاج تبات مع العيان عشان تطمن عليه؟ بطل غلبه والحق روح قبل ما الست الوالده تستحوقك وتعمل لك قهر مجلس. هبلغ عايده. سعيده. سعيده. وهو بسلامه الدكتور ما كلمهاش يبلغها ليه انه هيتاخر؟ يمكن التليفون بتاع المستشفى ما كانش فيه حراره. دي جوازتهم اللي ما فيهاش حراره. يا عيني الراجل من يوم ما اتجوزها وهو حاله يغم، وشه بقى عامل زي رغيف العيش البايت اللي بتاكله لنا ده. مش حضرتك اللي اتخانقتي مع سيد بتاع الفرن؟ اضطريت اجيب من الفرن التاني. سيد ده حرامي بيخنصر في الفلوس. عمك عزمنا على فرح بنته. امتى؟ الخميس، واعمل حسابك هنبات ليلتها هناك. انا ممكن اخد يوم اجازه، بس موضوع البيات ده مش هنبقى بنتقل عليهم شويه؟ نتقل عليهم ايه بقى؟ مش كفايه ان الناقص ما عزمناش غير قبل الفرح بيومين؟ كويس انه عزمنا يا ماما. حضرتك ناسيه اخر مره قابلتيه وقلتي له ايه؟ بنتك هتبور ومحدش هيرضى يتجوزها. وعشان كده انا عايزه الخميس يجي بسرعه عشان اشوف عريس الغفله ده شكله ازاي. يعني حضرتك عايزه تقولي لي انك ما جبتيش قرار لحد دلوقتي؟ بلاش ميه في وسط الاكل، انت مش ناقص كرش. بفضلك هي المركب اللي طالعه فرنسا فين؟ لا دي حضرتك اتحركت من قيمه 4 ساعات او اكتر. انت حضرتك كنت حاجزه عليها تذكره؟ ولا كنت جايه توديها حد؟ انت حضرتك كويسه؟ اقدر اساعد حضرتك بحاجه؟ يا هاني حضرتك محتاجه اي مساعده؟ La joie dans la maison, c'est la vie qui recommence. Le printemps et l'été, l'automne ou bien l'hiver, ne reviennent que pour tomber, comme on tourne la terre. C'est le retour de la pluie, du feu de bois dans la nuit, c'est l'automne
qui frissonne. مش كفايه النهارده كده مسيو فريد؟ لسه مسيو سركيس وسكي كمان طب. مش بيقولوا ان الخمره بتنسي يا مسيو سركيس؟ بيقولوا مسيو فريد كذب، مفيش حاجه بتنسي. كل الحاجات اللي بنحاول ننساها كل ما بنحاول اكتر كل ما بنفتكرها، كل المجهود اللي بنبذله عشان ما نفكرش فيها بيخليها تتحول لهاجس، شعور بيسيطر عليك تبقى ما تفكرش غير فيه. يمكن مش لازم نحاول قوي كده مسيو فريد. صح، لكن لا، المحاولة برضو بترضي ضميرك، تنيمه شوية، تحاول تشتغل، تنشغل، تحاول تبسط اللي حواليك، تعمل نفسك أنت كمان مبسوط. لكن الحقيقة إن كلنا مش كويسين. يوسف وحشني أوي. وحشهم هما كمان. ومهما عملت ومهما حاولت أنا لا هعرف أملى مكانه ولا هعرف أعوض غيابه. ولا عارف اتعود على فكرة انه مش موجود. لأن يوسف كان هو اصلا الموجود. مع انه هو صغير كان هو دايما اللي بيسأل على الكل. وبيصمم ان يزورهم في الاجازات. بيهدي ابويا لما بيزعل مني. وبيتخانق مع امي لما تزن عليا في موضوع سفري وقعد لوحدي. يقول لها خليه براحته. من كتر حنيته بقى الكل يشوفني ناشف، مبقتش حتى احاول اوريهم العكس، اني عارف ان مهما حاولت مهما عملت مش حاجه حاجه في يوسف. Entrez. نمت يا مدام. طيب حطيها بالتخت بس شوي شوي كرمال ما تصحى. حاضر من عينيا. دكتور فريد وصل؟ لا لسه. أحضر لحضرتك العشاء؟ لا ميرسي ماني جوعانة. فيك تنزلي على أوضتك. تصبح على خير. انت من اهله بس ترك الضو برا مدور لان دكتور فريد هلا رح يوصل. حاضر.
كابينة 2 اتفضلي يا فندم. مساء الخير، لو سمحت ممكن أكلم علي؟ علي شاهين. أوه طيب، أنت ما تعرفش هو هيرجع إمتى؟ لا لا خلاص، أنا هبرجع أكلمه تاني. ناقصاك انت كمان؟ انت فين كل ده؟ سألوا عليك 3 مرات. راحت عليا نومه يا امين. ماشي يلا شد الحنينه بتاعتك. حاضر، اديها لاي حد يصلحها لك بعدين. يلا طيب. يا نهار ابيض، يا دي اليوم اللي مش فايت. فوق يا ست، انت الله يسيئك. اقول لعنتر يوقف لك حضور وتوديها على المستشفى؟ ملوش لزوم، الدكتور فريد جوه، ممكن تسمح له يبص عليه. تعالى سندها معايا لحد اوضتي. قادره تمشي؟ يلا قومي. على مهلك. اتفضل يا دكتور. حطيتي فيها ملح؟ ايوه. شكرا. اتفضلي. خلي عنتر يجيب لها حنطور وديها على المستشفى. حالا. اديني يا ست عنوان البيت عندك عشان نبلغه. انا مش من هنا. طيب موضوع المستشفى هعمله معاها لازم. انا مش هروح المستشفى، انا كويسه. كويسه ايه؟ الجرح ده محتاج تنظيف، واللي في رجلك كمان. الوقعه كانت شديده. ده انت متبهدله خالص. قلت لكم انا كويسه. واضح. انت شكل دماغك ناشفه، تكونيش سعاديه زيي. اللي انت اسمك ايه؟ عاشت الاسامي. ارتاحي هنا يا كريمه لحد ما الحنطور يجي. قلت لكم مش هروح المستشفى، ان شاء الله اموت في الشارع. انا هريح لي اموت. ركبي شنطتي من الاوتوموبيل، خلي حد يعمل لها. حاضر. بيستعجلوني، مفيش حاجه. يلا يا جليله. حاضر. تعيش، هتبقى كويسة. بيتهيألي ما نضغطش عليها. بيتهيألي ما كانش يصح تغيري في أوضة فيها 2 رجالة. ما أنا اتلبخت يا أمين، ومتأخرة ومش ناقصة يتخصم لي إياها، وبعدين ما كانش في أوضة تانية أدخلهم فيها، ووقفت. مش وقت يا جميل، نبقى نتكلم بعدين بعد ما نخلص شغل. هنعمل فيها إيه؟ مش عارفة، شكلها مفرفرة خالص. بس هو الدكتور بينضف لها الجرح وتعدي الليله لحد بكره ونشوف. حبيت فين بقى لحد بكره؟ يلا يا جليله.
ربما كانت ليالي يوجيني رغم صخبها وبريقها الدائم معطلة. معتمة أكثر من اللازم كي ترى الحقيقة، وربما كانت حقيقته التي لا يدركها سواه هي سبب ذلك الصخب المستمر في داخله، والعتمة التي يعيش فيها رغم كل ما يلمع حوله. يقف حائرا بين ما أراده لنفسه وما أرادته له الأقدار. ربما لو كان قلبه بيده، لو كان مثل عقله مسلما بالمنطق والواجب بدلا من جموحه في دنيا الخيال، لكان أضاء تلك العتمة. اهدي اهدي، مفيش حاجة. يا أبله يسمع من بقك ربنا يا أختي. المهم بعد ده كله ما كفاش كل البستافة اللي هي خدتها من البيل مدير، لا صممت إنها تبدل وتيجي النهاردة وردية بالليل بدل بالنهار. كل ده ليه؟ قال إيه وهي بتتمشى كده ولا كده عندها أمل حد ينقلها من تنظيف الغرف لتياتر أوجوني. يا ما نفسي أدخله يا أبله. تدخلي فين يا بت؟ لسه صغيرة على الكلام ده ولا عايزة ترقصي جوه زي المزاغيد؟ أنت دخلتي التياترو؟ دخلت. لما بشتغل في ورديت بالليل بدخل ساعات ابص عليهم بلاقيهم واقفين صف يمين وصف شمال، ومسكين عصيان بتبرق وبرانيت فيها ريش، صوت المزيكا عالي وبيرقصوا تا 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 با با تا 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 تا. صباح الخير سعادتك. صباح النور. تؤمر بحاجة حضرتك؟ لا شكرا. بعد إذن حضرتك. هاتي الشاي ولو في زيتون حطي شويه في طبق وهاتيهم. حاضر. صباح الخير. صباح النور. ناديه انا مدربله. ازيك؟ وحشتيني. هي بس اللي وحشتك؟ أنا واقع من الجوع. لأنك ما عم تاكل منيح.
من وقت ما رجعت وانت ما عم تاكل ولا حتى عم بتضلك بالبيت. صدقيني غصب عني راجع من مصر عندي شغل قد كده. امبارح كنت ناطرتك لنتعشى سوا بس هيئتك تأخرت كتير وأنا خفيت. أنا آسف، حقك علي. رجعت متأخر لقيتك نايمة ما رضيتش أصحيكي. كنت تعبان، دخلت السرير نمت في أقل من دقيقة. عم فكر اليوم كنت أنزل مع نبيلة. عبالي أجيب قماش للستاير. ولا بتتضايق إذا غيرتهم؟ لا طبعاً، براحتك. عم فكر كمان جيب كم غرض للأوضة بدي رتبها لتصير أوضة نادية لأنه الطانت كانت عم بتقلي ونحن هونيك إنه لازم نادية تبلش تنام لحالها. تعالي لسه شوية. يعني قصدي نادية لسه صغيرة ما تستعجليش تفصليها عنك. أنا تأخرت على الشغل. عاوز يجيب لك حاجة وأنا جاي؟ لا. رح تتأخر اليوم كمان؟ حاول أخلص بدري عشان نتعشى سوا. لو حابة ممكن نروح السينما بعدها. بيقولوا فيلم إنجريد بيرجمان حلو كتير. تعال. نتعشى ونروح. سعيدة. سعيدة. تسلم مجيتك يا دكتور. على ايه؟ بعد اذنك ممكن اغسل ايدي؟ ايوه طبعا اتفضل. اتفضل. ايه يا مين في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ اللي انت بتعمله ده؟ جليلة اسكتي خالص، كفاية المصيبة اللي انت جايبها لنفسك دي. اتفضل يا دكتور. شكر. كويس قوي ان حضرتك فكت لها الشاش، انا كنت خايفة تفضل رابطاه ومش عارفة كنت هغير لها عليه ازاي. لا هو انت ناوية تقعديها عندك انا كتير؟ لحد ما تقف على رجليها بس يا امين وبعدين تبقى تروح لحال سبيلها. شكر. هي حكت لك حاجة؟ أو قالت لك مين اللي عامل فيها كده؟ لا. بس ما نمتش طول الليل، كل شوية تقوم مفزوعة يا حبتي. هي عامة هتنام كويس دلوقتي. طيب هي مش محتاجة تروح مستشفى يا دكتور؟ يعني هناك مش هيبقى أحسن؟ الخبطة اللي في دماغها بسيطة، كلها كمين وهتبقى عالي. يبقى أول ما تقف على رجليها تروح لحال سبيلها زي ما أنت قلتي. أنت مش ناقصة كلام من الجيران يا جليلة. وبعدين يعني من هيئتها ولبسها كده ما شكلهاش واحدة غلبانة هتعطفي عليها. ده هيئتها وشكلها دول هما اللي مخليني عايزة أعطف عليها. هي شكلها بنت عيلة فعلا. أكيد وراها حكاية. والحكايه دي مش بعيد انها تكون هربانه من مصيبه او تكون عامله حمله. بعد اذنك. اتفضل. شكرا يا دكتور تعبناك. مفيش داعي للشكر. اتفضل. نورت. تروح فين؟ انا صحيت خلاص. انزل بقى اجيب الفطار والجورنال عشان الغلبانه دي لما تصحى تلاقي حاجه تتقوي بيها. خليكي. هنزل انا اجيب الحاجه باجي. انت مش لسه بتقول انا مش ناقصه كلام من الجيران؟ يلا قدام. Thank you.
ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه مع اني عارفه انك طريق اخره سراب لا انا قادره من حبك اخف ولا قادره اعرف أعراض الانسحاب.